وصول أول طائرة تقل جرحى غزة إلى العراق. مواطن من بابل يشكو انعدام مياه الشرب في مناطقهم. وشخصان يستقلان دراجة نارية يطعنان صاحب شركة أدوية في بغداد. والمزيد من القصص وأحداث السوشيال ميديا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ وكالمعتاد محليا. ضمن حملة أغيث غزة التي أطلقتها الحكومة العراقية، أظهر مقطع فيديو وصول أول طائرة للعراق تقل جرحى فلسطينيين إلى قاعدة محمد علاء الجوية. وكان في استقبال الجرحى ممثل وزير الصحة الوكيل الفني الدكتور هاني موسى العقابي وفريق من وزارة الصحة من الكوادر الطبية والصحية والمسعفين. ونقلت إسعافات وزارة الصحة الجرحى والبالغ عددهم 27 ومرافقيهم البالغ عددهم 42 شخصا. لنشاهد. شهدت الساحة العراقية الأمنية ومنذ بداية هذا العام تزايداً بأحداث القتل، والكثير من الإحصائيات أشارت إلى ارتفاع حالات القتل في العراق، حيث أظهر مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة شخصان يستقلان دراجة نارية يطعنان صاحب شركة أدوية ويلوذان بالفرار في الحارثية ببغداد. دعونا نشاهد هذا الفيديو. مشاهدينا، الكثير من التعليقات التي تحدثت عن غياب القانون والإفلات من العقاب. فاطمة الحلفي كتبت: شغلة عادية، شنو الجديد بهذا الشيء؟ رجاء جيبونا بعد أخبار جديدة، هذه الجرائم اتعودنا عليها وصارت روتين يومي. أما وسام أحمد فكتب: مو بلد غابة صاير، نزلوا بكل ثقة وبدون أي خوف، يدرون ومتأكدين ماكو قانون يعاقبهم ولا أكو أجهزة أمنية تلقي القبض عليهم، للأسف بلد عصابات. زيد حسين علق: كل حوادث الاغتيال والتسليب بالدراجات والحكومة لحد هسه ما قدرت تسيطر عليها، عيب عندنا أجهزة مسميها أمنية. مشاهدينا، من هذه التعليقات ننتقل إلى موضوع آخر. أظهرت وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توجيه وزارة التربية العراقية مديريتها بتوقيع موظفيها على تعهد يقضي بعدم انتقاد الشخصيات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، متوعدة المخالفين باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. هذه الوثيقة أثارت ردود غاضبة، حيث اعتبرها الكثيرون محاولة لتقييد حرية الرأي، فيما لم تصدر وزارة التربية توضيحاً بخصوص الكتاب المنتشر ولماذا اتخذت مثل هكذا قرار. في محافظة بابل علقت الملاكات التربوية عن هذا الموضوع في بيان نشرته على فيسبوك. دعونا نشاهد. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. بيان إلى مديرية تربية بابل أن الذي صدر من مديريتكم بتاريخ 19/5/2024
والذي ينص على توقيع تعهد غير قانوني يلزم المعلمين والمدرسين وجميع الملاكات التربوية بعدم النشر على التواصل الاجتماعي أي شيء يخص الإشارة إلى فساد أو سلبية تخص المسؤولين وتقصيرهم، وهذا أحد أساليب وسياسة تكميم الأفواه، وفيه تجاوز على الملاكات التربوية واستخفاف وانتقاص من كل معلم ومعلمة ومدرس ومدرسة، ولا يمكن السكوت عنه حيث كتابكم مخالف لتعاليم وقوانين الدستور. مشاهدينا الكثير من المتابعين أيضا اعتبر هذا الإجراء لا يموت بالديمقراطية بصلة، وهو محاولة لتقييد حرية الرأي. قاسم الأميري كتب: سلام الله على حرية الرأي والتعبير، بدل من إصدار هيش قرارات وتأخذون تعهدات من الناس، امشوا صح وخلوا الناس تمدحكم. إيمان الموسوي كتبت: الدستور انضرب عرض الحائط، ترى ما حد يسكت، نوب العراقيين لا، وبهيج زمن الناس ما تخاف ولا تستحي، والممنوع أصلا مرغوب. رغد خلدون كتبت: عبودية للناس وتقديس للسياسي، شنو هو أصلا؟ مجرد موظف منتخب حتى يسوي شغل الناس اللي خلتها بهيش مكان، وهذا وإذا قصر يتحاسب وينفصل، هاي بكل مكان بالكوكب. أيضا مشاهدينا، عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي علق على تعميم وزارة التربية العراقية، وتساءل الخفاجي في مقطع فيديو عن الإجراءات القانونية التي هددت وزارة التربية باتخاذها ضد الموظفين، كما تساءل إن كانت الوزارة قد نصبت نفسها وكيلا للدفاع عن السياسيين. لنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردنا أعمال من وزارة التربية، هذا العنوان موجه لكافة المديريات في المحافظات، مديريات التربية بالمحافظات وتشكيلات الوزارة، بأنه إلزام موظفيهم وتوجيه موظفيهم بعدم النشر في الإعلام أو مواقع التواصل أو غيرها، وتوجيه نقد أو التشهير بجهات سياسية أو غير سياسية أو جهات عامة أو أي كان الطرف الآخر، وإلزام موظفين بتوقيع على تعهد، وهذا التعهد في حال مخالفته أو مخالفة هذه التوجيهات يتم اتخاذ إجراءات قانونية. أنا أتصل وزارة التربية، ما هي الإجراءات القانونية تتخذيها بحق موظف ممكن يعني يقدم نقد هذا بناء أو حتى لو غير بناء؟ شو الإجراءات القانونية تتخذيها أنت؟ يعني هل أنت نصبتي نفسك يا وزارة التربية وكيل عن هذه الجهات السياسية للدفاع عنها؟ وما هو المعيار اللي راح تتخذيه في حال أنه هذا النقد يكون بناء أو غير بناء؟ هل نصبتم أنفسكم بدل السلطة القضائية حتى تتخذون قرارات؟ ننتقل مشاهدينا إلى بابل، ومناشدة لأحد المواطنين يشكو فيها من انعدام مياه الشرب في منطقة الخميسية والغزالي، حيث تعاني هذه المناطق من كارثة إنسانية بسبب انعدام المياه، بالرغم من زيارة المحافظ لهذه المنطقة والوعود بوضع حل لمعاناتهم لكن دون جدوى. شاهدوا معي هذا الفيديو. بس احنا بالنسبه لنا اهل الغزالي اجانا المويه، وقلنا اللهم صل على محمد وشربنا ماء حلو. بفضل مطره جت المويه. بفضل الله والمطره، ترى مو فضلكم. الماي كله جاي لابو الديوانيه وزارع شرب، واحنا نريد ماي شرب، ما رايدين شيء من عندكم. ماي رايدين شرب، انا والحلالنا وغيرها كل شيء ما نريد من عندكم. احنا ناشدكم ابو الديوانيه ياخذ حصتنا، ليش يجي مناك ويسد المشروع بأكمله؟ ليش؟ أنت مو محافظ؟ إحنا مو بذمتك؟ إحنا بذمتك لو لا؟ زين الوزير إيش قالكم سابقاً من أجل الوزير؟ من أجل الوزير وقال هذه ما عليها مراشنة. ليش ما تخضع؟ الخميسية ما عليها مراشنة. ليش ما تخضعون لهذه؟ ليش؟ شنو ذنبنا إحنا؟ شنو مو عراقيين؟ تخضع أبو علي، إحنا عندنا 6 مجمعات مائية، إحنا طول الجدول هذا 25 كيلومتر، أضافة إلى إحنا علو. احنا علوش لعمي ما يوصلنا ماي. أثار هذا الموضوع غضب المتابعين وكتبوا الكثير من التعليقات، نقرأ بعض منها. هيثم العواد كتب: ملتهين بأمور ثانوية، يصوتولي على عطل، ما تهم المواطن ولا تقدم ولا تأخر، وعايفين الناس ما عندها مي تشرب ولا أبسط مقومات العيش. مصطفى الفهداوي علق: والله بلوى، احنا اهل الديوانيه هم نعاني، زين هاي الكميات المائيه اللي صار شهر يحشون بها وزاره الموارد البيئيه ويصيحون راح تكفينا سنتين واكثر، تالي ما صار شهر وماتت العالم من العطش.
أما بسام شاكر فكتب: التهجير متعمد لقتل الأراضي الزراعية وإجباركم على بيعها، حجي لا تعب نفسك وتناشد، دولة ميم الشعب هدفهم تخريب البلد. مشاهدينا من بابل ننتقل إلى البصرة، ومقطع فيديو يظهر عشرات المتظاهرين يقطعون شارع مقصر خور الزبير المؤدي إلى الشركات الحكومية والأهلية بمحافظة البصرة، وذلك للمطالبة بفرص العمل. الآن تم قطع فكرة خور الزبير من قبل المتظاهرين بسبب عدم توفير فرص العمل لهم. مشاهدينا، والآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العربية ونبدأ من مصر. تكرار حوادث تحرش ومحاولة اغتصاب فتيات داخل سيارات تابعة لشركة أوبر في مصر انتشرت في الأشهر الأخيرة بشكل كبير، ومؤخرا كشفت الممثلة المصرية هلا السعيد عن تعرضها لمحاولة تحرش من أحد سائقي شركة أوبر، ونشرت على صفحتها في إنستغرام فيديو تحدثت به عن ما تعرضت له خلال رحلتها مع سائق الأوبر. دعونا نشاهد. يعني أنا واقفة في محور الضبعة عشان الحيوان أوبر اللي أنا كنت راكباه فجأة وقف في الطريق ده كده خلاص، وفجأة قال لي أصل العربية سخنت. ببص ونزل من العربية، ببص ورا لقيته بيفك الحزام بتاع البنطلون وبيقول لي نزلت اجري من العربيه، وراح قال لي ما تخافيش انا بس عندي السكر، انا لازم كل شويه ادخل حمام، فمعلش ما تخافيش. طبعا انا نزلت وجريت سبت العربيه، سبت حاجتي في العربيه، وطبعا دلوقتي انا في الشارع. يعني الحمد لله ان انا اول اصلا كنت بتكلم في التليفون قبل ما، يعني اول ما وقف اتصلت بحد من صحابي وقلت له انا بعت لك لايف لوكيشن، فهو ده اللي رعبه تقريبا. بس يعني انا يعني الحمد لله ان انا الصبح، والحمد لله ان انا لسه قريبه من البيت. يعني تفاعل الكثير من المتابعين مع هذا الموضوع، وطالب البعض برفع دعوى قضائيه على الشركه ووضع كاميرات لردع السائقين عن هذا الفعل. محمود سامر كتب: هو ايه الحكايه، بقى الواحد عايش برعب، ارفعوا دعوى قضائيه على الشركه، ولازم يكون في قانون يردع المتحرش ويعاقبه عقوبات قاسية جدا. ريم عادل علقت: كل واحدة عايزة تبقى ترند تطلع تقول أي حاجة، ما يمكن يكون الراجل فعلا مريض وعنده سكر، ما يمكن فعلا العربية سخنت، يا سواقين الأوبر ركبوا كاميرات بدل ما يتسبب حد في سجنكم ظلم. أما نعيم المنير فعلق: الأوبر لازم يكون مزود بكاميرا ثابتة مباشرة لإشراف الإدارة ونظام بالبرنامج للإبلاغ عن سلوك السائق وحالات التوقف عشان كل واحد يحترم نفسه. مشاهدينا، من هذه التعليقات ننتقل إلى فيديو آخر للممثلة السورية علياء سعيد التي شنت هجوماً ساخراً على شركات الطيران السورية وطريقتهم بجمع الأموال من الركاب. وظهرت علياء بمقطع مصور نشرته على حسابها تحدثت حول ما حصل معها، قائلة أنها أتت إلى الطيران أو على الطيران السوري من مطار دبي ودفعت كل المستحقات المطلوبة منها لحملها وزنا زائدا، ولكن الصدمة كانت عند وصولها لباب الطائرة عندما طلب منها المسؤولون دفع مبلغ مالي عن الأشياء التي اشترتها من السوق الحرة. لنشاهد. كيف تشعر بأنك سوري وتفتخر؟ جاي على طيران السورية من مطار دبي، عند البوردينج دفعنا شو معنا وزن زايد وحملنا حالنا وفتنا مثل كل هالبشر. طبعا الطيران السوري هو الطيران الوحيد بالعالم يلي الواحد ما فيه يشتري فيه وزن، ما فيه يشتري فيه شنطاية، يعني بدك تروح وتوقف بالمطار كأنك جايب وزن ومتفاجئ فيه. المهم دفعنا فتنا، أما عند باب الطيارة يعني شو بتمر بالسوق الحرة بتشتري، بيرجعوا مرة تانية بحاسبوك عليه. هذا شيء بعمري ما سمعته، بحياتي ما شفته، أنا وطبعاً كل الركاب اللي كانوا موجودين معي. يعني بأي منطق؟
الاشياء اللي موجوده بالسوق الحره هي اوريدي مدفوع وزنها لما الواحد بده يطلع على الطياره. بدكم ترجعوا تجمركونا نحن بالسوق الحره ولما بنطلع على الطياره ولما بننزل من الطياره؟ لا في شيء مو منطقي يا جماعه، في شيء ما بينقبل، في شيء بيخلي الواحد يعني اذا شاري نسكافيه من السوق الحره بترجعوا بتدفعوا اكثر من حقها. ولهون الامور مقبوله يا اخي، وقفنا نحن بدنا ندفع مصاري وخلص، بدنا نخلص من هالهم، بدنا نخلص من هالسيره. منروح منفوت بعد ما منوزن مرة تانية ومنروح لندفع عم بيقولوا لك ما في غير كاش. أثار إعلان ترويجي لأحد المطاعم السورية الشهيرة في مصر موجة غاضبة من السخط والاستنكار بين المستخدمين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في الإعلان الذي نشره المطعم عبر حسابه على انستغرام عبارة تعال اتغدى يا فقير. هذه العبارة أثارت غضب العديد من المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انطلقت حملة واسعة على فيسبوك تندد بهذا الإعلان وتستنكره. وأكد المستخدمون أن استخدام هذا الوصف الموجه إليهم يمثل إهانة واضحة، مطالبين إدارة المطعم بالاعتذار وسحب الإعلان الفوري. وفي المقابل لم تصدر أي ردود فعل رسمية من إدارة المطعم حتى الآن، ولم يتضح ما إذا كان سيتم سحب الإعلان المثير للجدل أم لا. شاهدوا معي هذا الفيديو. لما بتبقى جبل عالي ما بتهزوني، علمك بالسما بلالي والنجوم تسيح، كلمة فراوي وبخلاص شرع تاريخ المفتاح، سوري الأصل والأساس وعلي ظلها تسيح، سوري والنعم مني خلقان عارض الجنة، ربيان عطراب الطاهر والوفا بيتحدث عني مهما جار. مشاهدينا، التعليقات جاءت غاضبة ومستاءة تجاه أصحاب المطعم معتبرينها إهانة مقصودة ضدهم. نور لاتيابي كتبت: لم يوفق المطعم في العبارة، النفس البشرية ترفض كل ما يمس الكرامة، فكلمة الفقير لا تعني فقر المال فقط بل فقر الكرامة والعزة. إبراهيم العمار علق: رجل أراد عمل الخير لكنه أخطأ في التعبير، وبدلا من تنبيهه بلطف وخفية سلخوه وقطعوه وشهروا به وأفسدوا رزقه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإن كان أخطأ في الكلمة فخطأهم أسوأ بمراحل. عبد الله قاسم كتب عبارة ليس بمحلها، ومن الطبيعي أن تكون ردة الفعل قاسية على صاحب المحل، هذا استحقار للفقراء والمساكين، ولا أحد يرضى بأن يستنقص منا بمثل هذه الطريقة. الفقر ليس عيبا، إنما العيب بفقير الأدب والأخلاق. مشاهدينا، ننتقل إلى المغرب، وفي مقطع فيديو يحبس الأنفاس استطاع شباب مغاربة من إنقاذ طفلين صغيرين من الموت من شرفة النافذة، وذلك بتدخلهم السريع فور انتشار حريق بإحدى العمارات السكنية بمدينة تمر المغربية. المقطع هذا حصد إشادة واسعة ببطولة الشباب، كما أشادوا بتصرفهم وسرعة بديهيتهم التي أنقذت الطفلين من الموت. لنشاهد. مشاهدينا، تصدرت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي الترند سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي. وأطلت هيفاء في المهرجان بفستان أشبه بستايل الفراشة، جمع اللونين الأسود والوردي مع طرحة طويلة من اللون الوردي على شكل فراشة، ونسقت معه قفازات شفافة من اللون الأسود
وكان حضور هيفاء لافتا على السجادة الحمراء وتسابقت الكاميرات لالتقاط صور لها. لنشاهد. وإلى أبرز الترندات العالمية، نبدأ مع مقطع فيديو لمهاجم باريس سان جيرمان اللاعب كيليان إمبابي الذي تسبب بنظرة منه في زيادة كبيرة في عدد متابعي إحدى المؤثرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت صورا وفيديوهات للاعب إمبابي وهو ينظر إلى هذه الفتاة أثناء جلوسه مع رفاقه لتناول الطعام، ولم يكن معروفاً من هي الفتاة التي كان ينظر إليها لأنها لم تتم الإشارة إليها في بداية الأمر قبل أن تتضح هويتها لاحقاً، وتبين فيما بعد أن الفتاة هولندية وأن متابعيها تضاعف بعد انتشار الفيديو من 800 متابع إلى 92 ألف متابع على إنستغرام. وإلى فيديو متداول من تركيا ومشروع لطالب في المرحلة الإعدادية قام بتصميم حذاء طارد للكلاب، حيث يوفر هذا الحذاء حماية من الهجمات العدائية للكلاب، وتحقق هذا المشروع بدعم من معلميه وتمت تجربته على 15 كلبا ضالا، وأطلق على اسم المشروع الحذاء الطارد للكلاب. وقد فاز هذا المشروع في مسابقة للبحوث والتكنولوجيا توبيتا. لنشاهد. İlk bakışta normal bir ayakkabı. Ancak içinde ultrasonik ses cihazı bulunuyor. Bu ayakkabı saldırgan köpeklerden korunmayı sağlıyor. Ordu Kumru Erikçeli Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Talha Yaktı tarafından geliştirildi. Talha Yaktı'nın köpek kaçıran ayakkabı adını verdiği projesi öğretmenlerinin de desteğiyle مشاهدينا حلقتنا انتهت، شكرا لكم وإلى اللقاء.